شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله
سوة حسنة. في رسول الله سوة حسنة لكم في رسول الله سوة حسنة في رسول الله سوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما تسليما. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا
وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بغيظهم لم ينالوا خيرا كفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا
تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل لأزواجك يا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن والدار لك
فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن صدق الله العظيم.